إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر والدعاء للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بأخي صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقد رأينا ولله الحمد ما وصلت إليه هذه الرئاسة من تطور في جميع شؤونها، وخاصة في برامج التوعية والتحصين الفكري، ومن خلال المناشط أيضا الدعوية المتنوعة التي تنظمها الرئاسة، فشكر الله لهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجه الكريم. والشكر أيضا موصول للقائمين على هذا البرنامج، نسأل الله لهم التوفيق والإعانة والسداد وأن يبارك في جهودهم. أيها الإخوة الكرام، محاضرتنا هذا اليوم هي كيف نحمي الأفكار من التيارات المنحرفة. لا شك في البداية أن نذكر أنفسنا ونذكر الجميع بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، فإن نعم الله على عباده عظيمة، ونعم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع العباد إحصاؤها. قال الله تعالى: وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولا شك أن من أجل النعم وأكبر نعمة هي نعمة الإسلام، فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإسلام فقد أنعم الله عليه بالنعمة الكبرى، ولا شك أن هذا هو الفلاح الكبير والفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن أجل ذلك بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه رحمة للعالمين وهاديا إلى صراطه المستقيم. فقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد. ولا ريب أن من أهم ما يتحقق به الأمن في النفوس وفي الأوطان لا شك أنه عبادة الله وحده لا شريك له، والخضوع له، والقيام بشرعه. الله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لقد من الله تعالى علينا في هذه البلاد المباركة بحمد الله وبنعمته، أنعم علينا بنعمة الأمن ورغد العيش، فالحمد لله على هذه النعمة. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحافظ عليها، والمحافظة تكون أولا بشكر الله تعالى على هذه النعمة، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وأيضا علينا أن نتصور عظم هذه النعمة ونعلم عظمة من تفضل بها وجاد بها وهو ربنا جل وعلا، فنرفع الشكر والثناء للرب سبحانه وتعالى وما أنعم علينا من هذه النعمة العظيمة. ولا شك أن شكر النعمة يؤذن بزيادتها، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيضا يجب أن نأخذ على يد كل من يريد زعزعة هذه النعمة، وهي نعمة الأمن، سواء على الفرد أو على المجتمع. وبلادنا والله الحمد بلد العقيدة الصافية، بلد ظهرت فيه شعائر الإسلام وحكمت فيه شعائر الإسلام، بلد العلم والتعلم، بلد الخيرات، بلد آوى فئات من المسلمين عاشوا في ظلها في أمن واستقرار وطمأنينة، بلد يفد إليها طلاب العلم من كل مكان للعالم وللتعلم في جميع التخصصات،
جاءوا لطلب العلم وهم الآن علماء في بلادهم. يفد إلى هذه البلاد الحجاج والمعتمرون فيجدون حرما آمنا رغدا سخاء في كل نعمة، تأتي النعمة إلى هذا البلد من كل مكان. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. بلد هيأ الله له قيادة حكيمة تقوم على رعاية كل من تطأ قدمه هذه البلاد الطيبة المباركة من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين والزوار. هذا أيها الإخوة بلد العقيدة، بلد العقيدة الصافية ولله الفضل والمنة. هذا البلد ظهرت فيه شعائر الإسلام وحكمت فيه شعائر الإسلام، بلد العلم والتعلم، بلد الخيرات، كل هذه نجدها في هذا البلد المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد المزيد من التوفيق والهداية والسداد والعون على كل خير. أيها الإخوة، إن هناك طائفة من الناس، طائفة ضالة ركبت موجة الغلو والتطرف، تريد أن تزعزع الأمن في هذا البلد. ليس لها غرض صحيح ولا هدف مقبول. تصرفات هذه الطائفة دالة على ضلالها وضعف إيمانها وانعدام الخوف من الله سبحانه وتعالى. نجد أن من أهدافهم التدمير والتخريب، همهم القتل والإفساد، غايتهم الخروج على الأئمة وتكفير من خالفهم. كل هذه وجدناها في مثل هذه الطائفة التي خرجت عن الجادة. وجدنا هذه الطائفة تكفر العلماء وتكفر ولاة الأمر والمجتمعات، وأيضا وجدنا منها القتل والسعي في الأرض بالفساد. هؤلاء المفسدون لا شك أنه تغيظهم تلك النعم التي تنعم بها هذه البلاد. هم يريدون للأمة أن تعيش في فوضى وبلاء. الله سبحانه وتعالى قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. المتأمل في هذه الفئة وفي أقوالهم وفي أفعالهم يجد أنها تخرج جميعها من مشكات واحدة، يجمعهم أمر واحد عظيم، وهو ما يتعلق بالغلو في الدين واستهداف الشباب الأغرار وضعفاء العقول وسفهاء الأحلام. وأيضا يقومون ببث أفكار منحرفة متطرفة بين شباب المسلمين، كل ذلك من أجل ضرب الأمن. وأيضا هؤلاء الشباب الأغرار أصبحوا ضحية لهذه الجماعات. ونظرا لأهمية هذا الموضوع لا سيما في هذا الوقت، رأينا أن تكون هذه المشاركة في هذا البرنامج المبارك الذي تنظمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، هو هذا العنوان الذي تم اختياره من قبل هذه الإدارة المباركة، وهو كيف نحمي الأفكار من التيارات المنحرفة. ولعلنا من أجل توضيح هذا الأمر نضعه في نقاط حتى يكون الأمر واضح، وأيضا توضح كل فكرة باستقلالية. سوف نبين وبشكل مختصر النقاط التالية: أولا مفهوم الأمن الفكري، ثم بعد ذلك مفهوم الانحراف الفكري، ثم بعده الألفاظ المرادفة والمقاربة للانحراف الفكري، ثم بعد ذلك نذكر شيئا موجز عن الجذور التاريخية لهذا الفكر المنحرف، بعد ذلك نذهب إلى النصوص المحذرة من خطورة الفكر المنحرف من الكتاب والسنة، ثم بعدها نذكر أهم أنواع الفكر المنحرف، ثم بعدها نعرض أهم أسباب الانحراف الفكري، ثم بعدها الأمور التي تعالج فيها هذه الدائرة الظاهرة والانحراف والتطرف الفكري، ونختم بعد ذلك بذكر أهم الأمور التي
يتم بها تحصيل الأمن الفكري وحمايته. أولاً مفهوم الأمن الفكري، إذا نظرنا إلى المعاجم اللغوية فإنها لم تذكر مفهوماً للأمن الفكري، ويعود ذلك لحداثة هذا المصطلح. أما معناهما منفردين، فالأمن والأمان في اللغة كما ذكر الأصفهاني هما مصدران، وهما الطمأنينة وزوال الخوف. وجاء أيضا تعريف للجرجاني بأنه عدم توقع مكروه في الزمن الآتي. ولا شك أنه يفهم من ذلك أن الأمن أن يكون الإنسان سالما في دينه، سالما في عقله، آمنا على عرضه، آمنا على ماله، مطمئنا في نفسه وفي حياته، مستقرا وآمنا في وطنه الذي يعيش فيه. إذا تحققت هذه الأمور نجد أن هذه هي محققة حقيقة للأمن. وهذه الأشياء التي ذكرناها هي متعلقة بحفظ الضروريات الخمس وجميعها فيما ذكرنا. فمن المهم أن يتبين للجميع أن الأمن يتحقق بتحقق الضروريات الخمس. أما ما يتعلق بالأمن الفكري فجاءت تعريفات كثيرة متقاربة، لكن محصلة هذه التعريفات ربما نوجزها في هذا التعريف، وهو سلامة فكر الإنسان في عقله وفي فهمه، وذلك من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية، حتى لا تؤول به إلى الغلو والتنطع أو إلى الإلحاد. إذن سلامة فكر الإنسان هي الأساس فيما يتعلق بالأمن الفكري، سلامة فكره بحيث يكون عنده الفهم فيما يتعلق بالأمور الدينية والسياسية، وتكون هذه الأمور على نهج وسطي ومعتدل. كل هذا الفهم وهذه السلامة التي يجب أن تكون عند هذا الفرد هي حتى لا تؤول به إلى الغلو والتنطع أو إلى الإلحاد. هذا هو المفهوم الجامع للأمن الفكري. بعدها الأمر الثاني مفهوم الانحراف الفكري. الانحراف في اللغة بالعموم هو الميل عن الوسط والاعتدال، وبهذا فإن كل ميل عما هو مألوف يعد انحرافا. والمعنى أن الانحراف أيضا هو التباين عن خط أو منهج أو معيار مقنن يرجع إليه، فإذا حصل هذا الانحراف أصبح هذا انحرافا عن الأمر المطلوب. ولكن المفهوم في الاصطلاح، مفهوم الانحراف الفكري، لعله يكون هو الفكر الذي يلتزم بالقواعد الدينية والتقاليد والأعراف والنظم الاجتماعية السائدة والملزمة للأفراد وللمجتمع. المعنى هو أن يكون هناك المقصود اللي هو الانحراف الفكري، ولا يكون في أمر الدين فقط، لكن أيضا العادة محكمة في البلد، العادات، الأمور المتعلقة بأمور الدين، النظم والتي تفرض على الناس مما يتعلق بالأنظمة الخاصة بمصالح عامة الناس. فلا شك أن هذه كل هذه تأتي في مثل هذا المفهوم العام، هو الفكر الذي يجب أن يلتزم فيه الناس أو يلتزم به الفرد بالقواعد الملزمة له، سواء ما يأتي من أمور الدين أو ما جاء من العادات والتقاليد التي تعارف عليها الناس، وكذلك الأنظمة التي تفرض على الناس فيما فيه مصلحة لهم. وأيضا هذه الأمور هي ملزمة للأفراد وللمجتمع، فمن انحرف عن هذه القواعد والأصول فلا شك أن يكون هناك انحراف فكري. الألفاظ المرادفة والمقاربة للانحراف الفكري، هناك ألفاظ جميعها تدخل في هذا الباب. طبعا التعريف الذي ذكرناه سابقا هو متعلق في الجانب العام وليس متعلق بالانحراف الفكري، وهو ما يتعلق بهذه المحاضرة، وهو ما يتعلق بالغلو عن الدين.
ولذلك الآن سوف أتكلم عن الألفاظ المرادفة والمقاربة للانحراف الفكري المقارب لما يتعلق بهذه الأشياء التي سوف أذكرها الآن. الأمر من الألفاظ المرادفة والمقاربة للانحراف الفكري هو ما يتعلق بالغلو في الدين، والغلو هو الزيادة ومجاوزة الحد الشرعي الواجب. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأيضا جاءت السنة في هذا الباب. والغلو هو لا شك أنه الإفراط في مجاوزة المقدار المعتبر شرعا في أمر من أمور الدين، كل ما هناك تجاوز لا شك أنه يعد غلوا. أيضا من الألفاظ المرادفة والمقاربة للانحراف الفكري هو التطرف. فالتطرف هو الأخذ بأحد الطرفين وهو ميل، وهذا الميل إما الطرف الأدنى أو الطرف الأقصى. ولا شك أن مفهوم التطرف هو أيضا يدخل في الغلو في العقيدة أو في فكرة أو في المذهب أو غيره، فهذا هو التطرف، فيكون في مجمله داخل في أمور عدة، يدخل في أمر العقيدة ويدخل في أمر الفكر، يدخل في ما يتعلق بالمذاهب، كل هذه داخلة فيما يتعلق بالتطرف، وهو معنى مرادف وقريب لمعنى الانحراف الفكري. كذلك أيضا من الألفاظ المرادفة والمقاربة للانحراف الفكري معنى الإرهاب. والإرهاب هو إخافة الناس والتخويف، ويدور معنى الإرهاب شرعا على ما يتعلق بالخوف وشدة الخوف والتخويف، وهذا التخويف يكون في الغالب على الأفراد أو على الجماعة. فمثاله تخويف الآمنين وإدخال الرعب والفزع عليهم، كل هذا نوع من أنواع الإرهاب، سواء كانوا مسلمين أو مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة أو من غيرهم، فهو على المسلمين حرابة وعلى غيرهم ظلم، وهو في الجميع إفساد في الأرض. ولذلك جاء النهي عنه صريحا في القرآن وفي السنة، وكذلك إجماع العلماء. ولذلك روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي، في قوله أن الله سبحانه، قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الأمر جاء صريح في القرآن كما جاء في سورة يونس في قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا شك أن تحديد مصطلح الإرهاب المعاصر قد صدر فيه بيان من مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بمكة، فجاء تعريف جامع لما يتعلق بالإرهاب، لأنه أصبح هناك إشكال، لأن هذا المصطلح ربما يكون حادث في معناه الحالي فيما يتعلق به. لذلك احتاجت مثل هذه المجامع لوضع تعريف جامع لمثل هذه الأمور التي حصل فيها مثل هذا الاختلاف. لذلك قالوا في بيانهم أن الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، إلى آخر هذا التعريف، وهو تعريف طويل للإرهاب، وقد بينوا فيه أيضا ما يتعلق بالخطر على حياة الفرد وحياة المجتمع، وأيضا ألحقوا بذلك الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، ممكن يرجع لهذا التعريف. فكل هذه الصور هي من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عنها، كما جاء في قوله تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
أيضا من الألفاظ المرادفة والمقاربة للانحراف الفكري هو العنف، وهو ضد الرفق، وهو في عبارة أوضح هو الشديد في القول وفي الفعل. وإذا نظرنا إلى حقيقة العنف فنجد أنه هو الشدة سواء كان في القول أو في الرأي أو في الفعل أو في الحال، وجميعها يولد ما يسمى بالعنف. هذه الشدة تولد العنف، وهذا العنف ربما يكون العنف من الناحية العقدية، والعنف أيضا العلمي، العنف الفكري، أيضا العنف في الرأي أو في الفهم أو التصور. كل هذه الأصناف هي نتيجة للغلو والتطرف. فجميع هذه الأشياء التي ذكرناها والألفاظ التي ذكرناها هي مرادفة ومقاربة للانحراف الفكري. رابعا في هذه المسألة لعلنا نذكر لمحة موجزة عن الجذور التاريخية لظاهرة الانحراف الفكري. ولا شك أننا إذا نظرنا عبر التاريخ وجدنا أن قصة الخويصرة هي القصة التي نرى أنها منشأ هذا الفكر. ولا شك أن عند مجيء الإسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن بدأت ظواهر خطيرة توضحها هذه القصة، قصة الخويصرة التميمي. فالحديث الذي جاء هو عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عندما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام الصدقات أو جاءه غنائم فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل كما وصفه الصحابة رضي الله عنه عندما قالوا أقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اتق الله. سبحان الله، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن يطع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني. فسأل رجل من القوم عندما سمع هذه المقالة فقال دعني أقتله، فقال فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. لما ولى هذا الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال من وراء هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولعل هذه الحادثة هي نواة هذا الفكر في التاريخ الإسلامي. فظهور الانحراف الفكري عند الخوارج بعد هذه الحادثة لا شك أن أقرب ما يكون هي الفتنة التي حصلت لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وبدأ ذلك بالخروج القولي عندما خرجوا على عثمان رضي الله عنه. ولذلك جاءت هذه الفتنة العظيمة، فبدأوا بالظهور القولي ثم بعد ذلك خرجوا عليه بالفعل، وجاء ذلك بعد أن حصر رضي الله عنه وشتموه وطالبوا بقتله حتى قتلوه رضي الله عنه، قتل ظلما وعدوانا وغدرا. فظهرت الفتنة بعد ذلك، فهذه الفتنة هي أصبحت نواة للغلو والتطرف والإرهاب. فكان غلو الخوارج وخاصة فيما يتعلق في أمور التكفير في هذه الحادثة تأثرت أصول هذه الجماعة، ظهرت بعد ذلك ما يتعلق بعقيدتهم في تعاملهم مع المسلمين من خلال تكفير للمسلمين وولاة الأمر وللعلماء ولعامة الناس بمجرد حصول الذنب، يعني هم يكفرون بالذنب. وأيضا حكموا كما جاء أيضا على علي رضي الله عنه
وأيضا من قبل عثمان رضي الله عنه، وأيضا على معاوية ومن معه رضي الله عنهم، حكموا عليهم بالكفر في أعيانهم. ثم بعد ذلك اضطرد هذا الأمر عند هذه الفئة وهذه الجماعة في كل صاحب ذنب، أي صاحب ذنب من المسلمين يكفرونه بمجرد وقوعه بالذنب. فهذا هو منشأ هذه الجماعة. فترتب على التكفير هو الخروج على ولاة الأمور بالسيف، وأيضا استحلال دماء المسلمين، وأيضا استحلال أعراض المسلمين، وأيضا أموال المسلمين. كل هذه حصل بسبب هذا الفكر، وأيضا الخروج عن سبيل المؤمنين. وهذا هو الوصف الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. بعد ذلك نأتي إلى النصوص المحذرة من خطورة الانحراف الفكري من الكتاب والسنة. ولا شك أننا إذا عرضنا النصوص من الكتاب والسنة، لا شك أنها هي التي فعلا تؤصل طالب العلم وتؤصل الناس فيما يتعلق بالحماية للأفكار من أيضا التيارات المنحرفة. لا شك أن إذا كان هناك أصول يحفظها ويفهمها المسلم من الكتاب والسنة، يستطيع أن يرد أي شبهة بعد ذلك. ولذلك جاء التحذير صريحا في الكتاب وفي السنة من الغلو في الدين. ولذلك من الآيات التي جاءت كما جاء في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أيضا جاء في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأيضا جاءت السنة موضحة لهذا الأمر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع كما بينه الشراح مثل النووي في شرح صحيح مسلم، هو المتعمق في الشيء، المغالي فيه، المجاوز حد الشرع فيه، سواء كان قولا أم فعلا أم اعتقادا. أيضا من الأدلة التي جاءت في هذا الباب جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي قوله يشاد بمعنى يغالب، يعني فمن غالب هذا الدين فشق على نفسه وشق على الناس فسيكون هذا منتهى لأمره وإلى انقطاعه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أيضا سادسا في هذا الموضوع المهم نذكر أنواع الانحراف الفكري. فالمتأمل للانحراف الفكري نجد أنه هناك انحراف عقدي وهناك انحراف عملي. الانحراف العقدي هو يتمثل في الغلو بشكل عام، سواء في الأنبياء أو في الصالحين، وأيضا يدخل في ذلك الغلو فيما يتعلق بالتكفير بغير دليل واضح. فمن أمثلة الغلو الاعتقادي مثل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكرنا الحديث السابق: إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم ذكر هاتان الصفتان اللتان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام هما صفتان مشتركتان. هاتان الصفتان توجدان في كثير من فرق الضلال على مدار التاريخ، فهم نجدهم قليل العلم أنهم يتصفون بالجهل بالشرع، لا يوجد عندهم تأصيل شرعي ولا علمي. ولهذا حتى لو قرأوا القرآن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أنهم يقرؤون بدون تدبر ولا علم وبدون فهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام بسبب جهلهم، وذلك نتيجة لتكفيرهم لأولئك
القوم فهم يكفرون المسلمين بسبب جهلهم، ثم ينطلقون من ذلك الاعتبار إلى استباحة دماء المسلمين. النوع الثاني هو النوع العملي، والمراد بالانحراف الفكري العملي هو الزيادة في العبادة، فقد يزيد المسلم في عبادته من العبادات على الحد الذي جاءت به الأدلة من الكتاب ومن السنة، وذلك أيضا ربما يكون الوازع، ولهذا لهذه العبادة هو طلب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يشق على نفسه، وأيضا ربما يأمر الناس بذلك ويشق على الناس بالزيادة في مثل هذه العبادات، مثل الذي يصوم ولا يفطر، أو يقوم الليل ولا يرقد، أو يتعبد الله سبحانه وتعالى باعتزال النساء كما جاء في الحديث. ولذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاث الذين جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بما قالوا بيّن لهم المنهج الصحيح وأنكر عليهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سابعا، من أهم أسباب الانحراف الفكري، هناك أسباب عديدة، فلعلنا نذكر شيئا من هذه الأسباب. مثلا نجد أن الجهل بالعلم الشرعي من أهم الأسباب، الجهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه في الدين لا شك أنها من أهم الأسباب. المتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى الفكر المنحرف يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين، فلا شك أن هذا الجهل بالدين والضعف لا شك أنه هو ما يترتب عليه التكفير وغيره أيضا من المخاطر التي ترتب على ذلك من الخروج وأيضا القتل والسلب وغيرها، فذكرنا شيئا من ذلك. الأمر الثاني الخلل في مناهج بعض هذه الدعوات المعاصرة، هناك دعوات معاصرة ظهرت وابتعدت عن طريق ومنهج السلف الصالح، فأغلب هذه الجماعات تعتمد في مناهجها على الشحن العاطفي، وأيضا تربي الشباب وأتباع هذه الجماعات على أمور وغايات تتعلق بأمور الدنيا، وأيضا نجدها إلى أمور السياسة والاقتصاد ونحوها، وتبدأ بحشو أذهان الشباب والعامة بالأفكار والمفاهيم التي تؤصل بعض الأمور المنحرفة عند أولئك الناس من خلال المصادمة مع ولاة الأمر والخروج على ولاة الأمر، وهذه الأفكار التي يبرزونها المتعلقة بأمور دنيوية هذه تؤدي إلى التصادم ما بين الحاكم والمحكوم، وجميع ما يذكرونه ليس له أصل في الكتاب والسنة، إنما هي فتن تظهر نسأل الله السلامة والعافية ويترتب عليها المفاسد العظيمة، مثل ما شاهدنا فيما يسمى بالربيع العربي وغيره من المفاسد العظيمة التي ظهرت، ورأينا تلك المفاسد وأيضا ما حصل من قتل وانتهاك للأعراض وغيرها. أيضا من ذلك تصدر حدثاء الأسنان وسفاء الأحلام، ولا شك أن هذا التصدر جاء أيضا من بعض الشباب وبلا علم ولا فقه، فاتخذ بعض الشباب من هؤلاء رؤوسا وهم جهال فأفتوا بغير علم، وأيضا حكموا في الأمور العظيمة التي يجتمع عليها علماء الأمة، حكموا هؤلاء بهذه الأمور وما يتعلق بالسياسات العامة للأمة بلا فقه ولا علم ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه، فتجرأوا على أهل العلم في هذا الباب، بل إن كثير من هؤلاء أيضا يحاولون أن يستنقصوا من العلماء ومن المشايخ، ويحاولون أن يشحنوا عامة الناس حتى يذهب القدر والمكانة لهؤلاء العلماء في نفوس الناس، ولذلك إذا ذهب هذا التقدير والمرجع للناس وهو العلماء لا شك أنهم سوف يتخذون رؤوسا جهالا، ونجد أنه إذا أفتى بعض العلماء على غير هوى هذه الجماعة
أو بخلاف الموقف الذي اتخذت هذه الجماعة، فإنهم يلمزونهم بالقصور أو بالتقصير أو بالجبن أو المداهنة أو بالعمالة أو بالسذاجة أو بقلة الوعي أو بالإدراك أو عدم فهم الواقع ونحو ذلك من العبارات، ويقومون بإشاعتها بين الناس، يقومون بإشاعة مثل هذه الأفكار وغرس مثل هذه الأمور، وأيضا يصبح هناك غل على العلماء، وأيضا ينقص قدر هؤلاء العلماء عند هؤلاء الشباب، ثم تظهر بعد ذلك الفتن، ثم يتخذ هؤلاء رؤوسا جهالا فيفتونهم بغير علم. أيضا هناك التعالم والغرور، وهذا حاصل عند البعض، ولا شك أن التعالم والغرور هو سبب من الأسباب التي تظهر عند بعض هذه الجماعات، فيتخذون بعض هؤلاء رؤوسا فيقومون بقيادة الشباب، فينحرف كثير من الشباب بسبب ما يظهر من هؤلاء الذين تعالموا، وأيضا أصبح عندهم نوع من الغرور، ربما يكون عنده شيء من الحفظ أو بعض المزايا الخاصة التي ظهر بها، لكنه لا يوجد عنده فقه، مجرد الحفظ لا يكفي، لكن لابد من الفقه في الدين، ولذلك تحصل هذه الفتن بسبب هؤلاء الذين يفتون بغير علم ولا فقه في الدين. أيضا من الأشياء التي نذكرها أيضا تشدد في الدين والتنطع والخروج عن منهج الوسطية والاعتدال، كل هذه من الأسباب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وتشدد في الدين كثير ما ينشأ عن قلة الفقه في الدين، وأيضا من ذلك الغلو أيضا في المتبوعين وتلك الأحزاب والجماعات، فهذا لا شك أنه من الأسباب التي تؤثر في مثل هذه الظاهرة. ولذلك كما ذكرنا ينبغي، إذا رأينا ذلك، ينبغي للدول وللشعوب والمجتمعات التنبه لخطر هذا الفكر ولفكر هذه الجماعات المنحرفة، فيجب أن تحارب بجميع الوسائل وأن يقطع دابر هؤلاء، فإن مثل هذه الأفكار يستهدف بها المجتمعات، وأيضا لا شك أن الهدف الأساسي هو تدمير تلك المجتمعات بالعنف والإرهاب وجميع أنواعه، ولا ينظر في ذلك للأسف الشديد إلى جنس أو هوية أو ديانة، لا شك أنهم يعملون بكل ما يستطيعون من أجل تحقيق غاياتهم وهو الوصول إلى الحكم، ولا ينظرون إلى ما يترتب عليهم من مفاسد. فأيضا نذكر بعد ذلك ما يتعلق بالعلاج لهذه الظاهرة، وهو العنصر الثامن في هذه المحاضرة. لا شك أن من أهم الأمور التي نعالج فيها مثل هذه الظاهرة هو أول الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا يكون على منهج السلف الصالح، ومن ذلك يكون في مجانبة البدع والحذر من البدع ومن الأفكار الدخيلة. ولا شك أن أيضا من أهم الأمور هو الاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو لا شك أنه سبيل، هو الاجتماع واجتماع الأمة وعدم تفرق هذه الأمة، الاجتماع يكون على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم السلف الصالح. أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. وأيضا جاء في حديث عرباض بن سارية عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الأمر الثاني هو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولذلك جاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. وأيضا الأمر الثالث هو الاستعانة بالله جل وعلا في جميع الأمور. جميعنا نقرأ سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فعلى المسلم أن يلتجئ إلى الله
وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع أموره في عبادته. والإنسان في هذه الحياة الدنيا في أمس الحاجة إلى معونة الله سبحانه وتعالى، فعلينا بالدعاء. الأمر الرابع هو طلب العلم، وطلب العلم يكون من أهل العلم ولا سيما في القضايا العامة، فطلب العلم سبب عظيم من أسباب الأمن الفكري. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر كما جاء في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمر الخامس أن يترك الإنسان ما لا يعني، مثل ما بينا في هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكثير من الناس يدخل في أمور السياسة وأمور معقدة ويتكلمون فيها، وهي أمور يتكلم فيها الأئمة من ولاة الأمر ومن العلماء، وهم أصحاب مثل هذه المسائل العظيمة. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأفكار أو الفكر الضال الذي يريد أن يدخل عامة الناس في مثل هذه الأمور فيقع بسببها الفتن. الأمر بعد ذلك عندما نبين هو ما يتعلق بتحسين الأمن الفكري لهذه الأفكار، لذلك نقول أن من أهم جوانب الأمن الفكري هو ما يتعلق بكيفية تحصيل الأمن الفكري، كيف يتم تحصيل هذا الأمن وكيف يتم حماية ذلك. ولا شك أن من الأمور التي يجب أن يراعى أو تراعيها الدول ويراعيها الجميع هو ما يتعلق بالتربية والتعليم. ولا شك أن تنشئة الناس والناشئة على تعلم القرآن والسنة والعقيدة الصحيحة والأحكام السلوك على المنهج السوي، لا شك أنه سوف يكون حماية قوية للنشوة للأمة. أيضا من ذلك الإعلام، والمقصود بالإعلام جميع وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي توصل بها المعلومة، يجب العناية بها، يجب أن الدول تضع ضوابط واضحة بينة، يجب أن تهتم بما يتعلق بالإعلام وبالرسالة الإعلامية التي توصل الرسالة واضحة وبينة لشبابنا ولعامة الناس، وهذا هو دور الإعلام. ولذلك الإعلام يجب أن يستعين بالعلماء وبأصحاب الخبرة والرأي في مثل هذه المجالات في تحصين الشباب، وأيضا إرسال الرسائل عن طريق التواصل لا شك أنها مهمة. أيضا من ذلك مما تحمى به أفكار الأفراد والمجتمع من التيارات المنحرفة هو السعي في إصلاح المجتمع وتخليص المجتمع من المخالفات الشرعية. فالمخالفات أحيانا هي سبب أيضا في وقوع الشباب في مثل هذه الأفكار المنحرفة، فلا شك أن مثل هذه الأمور يجب أن تراعى في كل أو في جميع المجتمعات. أيضا من ذلك ربط الناشئة بأهل العلم الراسخين، وأيضا وضع وبيان مكانة هؤلاء العلماء وما هي الحقوق الواجبة لأهل العلم، وهذا لا شك أنه سوف يكون في حصانة لشبابنا. أيضا مما تحمى به الأفكار أيضا تعظيم الشريعة الإسلامية، يجب أن الشريعة تعظم في رؤوس الشباب وفي عامة بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك تعظيم الكتاب والسنة والترغيب في ذلك، وأيضا على فهم السلف الصالح، وكذلك أيضا التحذير من الاستماع إلى تلك الجماعات وإلى أفكارهم، وأيضا القضاء على كل ما فيه وسيلة لإيصال تلك الأفكار المشبوهة من خلال وسائل التواصل أو من خلال الكتب أو غيرها، ومنعها أيضا بقدر الإمكان حتى لا تؤثر على شبابنا وعلى عامة الناس. وأيضا من ذلك الرد على شبهات هذه الجماعات، لابد أن الرد هو منهج قرآني، وسار على ذلك السلف والأمة، وهذا يكون بالعلم وأيضا بالعدل وأيضا بيان الحق والحق الذي جاءت به الشريعة. فيجب على العلماء وعلى أصحاب الاختصاص في هذا المجال أن يردوا على هذه الشبه. أيضا من ذلك بيان منهج السلف والمنهج الشرعي في الاجتماع وترك الفرقة، وكذلك من أهم الأمور هو ما يتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر، ولذلك هذه من الأمور المهمة، لأن الاجتماع على ولي الأمر لا شك أنه سوف
يمنع وصول تلك الأفكار لشبابنا، لأنهم في هذه الحالة إذا اجتمعوا على ولاة الأمر فإنهم لن يخرجوا عن رأي ولاة أمرنا من الولاة ومن أيضا العلماء. وكذلك أيضا يبين بيان أن هذه الشريعة فيها مصلحة كاملة في كل زمان ومكان لأهل الأرض وأيضا للمسلمين خاصة. ولذلك المنهج الصحيح والمنهج الوسطي الذي بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاءت به السنة موضحة لذلك. ولذلك ما خرج أولئك إلا بعد أن تنطعوا وتعمقوا وغلوا في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. وأيضا في ختام هذه المحاضرة لا ننسى أن نشيد في هذا المقام بجهود هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية وبقيادتها في نشر أيضا الوسطية والاعتدال، وأيضا التجربة الناجحة في محاربة الفكر الغالي والمتطرف، وهذا في جميع أنواع هذا الفكر. وأيضا يشهد للمملكة العربية السعودية بذلك القاصي والداني وكذلك العدو والصديق، بل أصبحت هذه الدولة أكبر دولة في العالم يؤخذ منها وتستنسخ الأفكار في تجربتها الموفقة في محاربة هذا الفكر المتطرف والمنحرف. لا ننسى في هذا المقام أيضا أن نشيد بالقرار من معالي وزير التعليم دكتور حمد آل الشيخ بإنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات من أجل تعزيز الولاء للدين ثم الولاة الأمر والانتماء للوطن ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح وأيضا الوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة هذه الآثار. أيضا لا ننسى أن نشكر أيضا رئاسة شؤون الحرمين وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، فقد وجدنا ما تبذله أيضا التوعية الفكرية في الرئاسة من جهود مباركة من خلال هذه المناشط وهذه الدروس وهذه المحاضرات التي نراها دائما متتابعة، وأيضا نجد أنها أيضا فيها نوع من التكامل فيما يتعلق بأيضا ترسيخ العقيدة الصحيحة والوسطية والتحذير من الفكر المنحرف، وأيضا تنمية وأيضا ما يتعلق بالولاء لولاة أمرنا وأيضا للجانب الانتماء الوطني وأيضا نشر الوسطية والاعتدال والتسامح. كل هذه أيضا وجدناها في المناشط التي تقوم بها الرئاسة بقيادة أخي معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. ثم لا ننسى في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لأهل الشكر والثناء والامتنان، ألا وهم ولاة أمرنا حفظهم الله تعالى، الذين ما فاتئوا يسهرون ويعملون ويتعبون ويدفعون الغالي والنفيس من أجل توفير ما يحتاج إليه المواطن والمقيم في بلادنا المباركة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولي العهد، جهود مباركة موفقة يشهد لها القاصي والداني. بلادنا في هذه الأيام نجدها تقوم بهذه الحملات التوعوية لشبابنا وللمواطنين ولعامة الناس وللمقيمين، وتقدم أيضا لهم أيضا إضافة إلى ذلك الخدمات العامة، جميع الخدمات توفر للمواطن وللمقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يحفظهم بحفظه وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يجعلنا ممن وفق فيه وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.